حقيقة للكل حق ان نكرمه، وكل واحد منكم له غلا خاص، خاصة ضيوفنا المتقاعدين. ان شاء الله نبي نبدا نكرمهم، واولهم خالي سعود بيقدم له درع التقاعد. متأخر الوالد المتقاعد. انا الله يحييك هنا اللي فتح. تعال تعال هنا. مبادرة جميلة. هذه هدية مقدمة، هدية مقدمة من العائلة. سمع. هذا بشت مقدم من الوالد. هنا معنا الله يحييكم. معنا معنا. معنا الله يحييكم. الليله ما اقدر انا. يلا خذها الحين محرك. خلي سوي. اي والله. يلا. خلي سوي. هذه هديه. هذه من الوالد، هدية مقدمة من الوالد. خلي محمد. تعال بصار. المفروض الناس يقول ما أبو راوة. وهذا طارق أخوانه، هدية مقدمة أيضا. من كان أخوان. أنا معي. تعال جنبه. جنبي يا وليدي جنبي. والله بنشنب الهدايا يا حليل عيالي شاطرين.
صورة ثانية أبو عبد الله عبد الله عبد الله ناصر هذا عبد العزيز صلى هنا ورا الوالد أهم شيء هذه هدية مقدمة من العائلة خالد هذه الشيخ عبد الله محبينك واجد انتظر اللي معه هديه للخالي عبد الله يقدمها وش لازم اعرف لازم اقدم لا اجمل التحايا والحب والاحترام يا حكم ما ادري وش هذه هديه من الوالد هذا بيت هديه من الوالد ما تدري الله يحييك هذه هدية مقدمة من العائلة وهذا بشت مقدم من الوالد أما الآن فمع تكريم خالي خالد صاحب الأيادي البيضاء ويطول عمره أسأل الله أن يجعل ترقيته عون الله على طاعته بإذن الله خليه يصور. سليمان تعال يلا تعال من تعال يلا عبد العزيز سليمان عبد العزيز هات كل حقين الكليه عاد عبد الله فيصل فيصل تعال تعال لا لا كلنا كل الزبابين حقين الكليه لا يبقى احد عبد الله يلا يا شباب معانا يلا معانا هنا يا شباب يلا هذه وين اللي يمسكون وين العيال يلا جنبك بس
يلا معهم هم هذه هديه منها خليكم معي شوي تستاهل ابو سليمان من الامام الله يكرمك ان شاء الله فريق وش فيها ابو طارق ها ما يعلم هذه هديه مقدمه من خالي مشاري ويعتذر عن عدم الحضور لتواجده في مهمة خارجية كالعادة. عبد العزيز مقدمة من ولده عبد العزيز. بارك الله فيك. ولي العهد. ولي العهد. يلا. هذه هدية من خالي سلطان برضو. عبد العزيز تعال. عبد العزيز خليك في الوسط يجيك الواحد ان شاء الله كلها سعيدة يا الله ان شاء الله بإذن الله بنتعشى وبعدها بإذن واحد احد نبغى نحتفل نبغى صورة جماعية كلنا بنصور بإذن الله هب جماعية صورة جماعية للكل لا اسمعوني يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً اللسان يعجي عن شكر الجميع الأخوان وأبناء الأخوان وأبناء الأخوات. الحقيقة يعني اللسان لا يقدر يعني لا يستطيع أن يصف مشاعري في هذه اللحظة. أشكر الجميع وإن شاء الله نفرح بأبنائكم وجزاكم الله خير على ما قدمتوه. شاكر لكم جميعاً. والسلام على رسول الله نبارك للعميد الركن الأخ خالد والحقيقة نشكر الابن فيصل واللي كان على يعني رأس قائمة الشباب اللي كرموا عمهم خالد وله كثير والشيء الجميل المبادرة اللي جت من الشباب الحقيقة شيء يفرح وشيء يفترض يكون يعني نموذج يحتذي فيه الأبناء فشكرا يا أبو سعود بارك الله فيك شكرا يا شباب يعطيكم العافية ونبغى من زي هالاحتفالات كل سنة إن شاء الله الله يعطيكم العافية ويطرح فيكم البركة طيب يا جماعة نجتمع صورة جماعية للذكرى يلا نصور وين اخوك تعال يلا بدي بحط على شايل همني تاخرت
أعطيه هدية مني لأبو فيصل، إيثار مني، هذا حقي، أعطيه إياه الحين، قررت الحين أعطيه إياه أستاذ المحبة. Yeah.
لنا